الجزء الخاص بالفانكشن اديتور. طيب احنا بس نروح، انا عايز صغره بس علشان تبقوا انتوا شايفين التغييرات اللي بتحصل على الخامة واحنا شغالين، اعتقد كده كويس. طيب تعالوا واحد، طبعا زي ما انتوا شايفين في حاجات اختلفت. طيب لو رحنا في الفراكتال الاول، طبعا انا ممكن تحط اي فراكتال انت عايز، ممكن اقول له مثلا تيرين فراكتال، وممكن اروح لللارجست فيتشر اروح اقللها شويه بحيث يديني ديتيلز اكتر. ممكن بعد كده اروح للجين ازودها، تقدر تعتبر الجين دي زي التباين. عندك بعد كده الروفنس ازوده، زي ما انت شايف ادى هنا ديتيلز كتيره قوي، لكن انا مش عايز ديتيلز عاليه قوي في اللي انا بعمله. في دي بس هنخلي السكيل بتاعها بنص عشان تبقى باينه كده وظاهره. نروح بعد كده للنويز نفسه، ممكن اقلل السكيل بتاع النويز زي ما انت شايف فيديني تعريج في الحته دي. ممكن ان انا اجي هنا وادي بلند، اقلل ده شويه او ازوده مفيش مشاكل. تمام، ممكن اروح للخامه الاولانيه سنه بسيطه. ايوه انا عايز اوصل يعني حاجه في الحته دي كده. نكمل، نيجي ممكن اقول له ايه، ممكن اروح لارجع للفراكتال، الفراكتال مرة تانية. ممكن لارجست اقلل، تمام. ممكن السمولست ازودها شوية، الروفنس ممكن ازود الجين، ماشي. طبعا ممكن اغير، ممكن اقول له مثلا جريني كده، ضيع الدنيا خالص. لا انا عايز حاجة الى حد ما سوفت. دي جميلة قوي، دي جميلة جدا. ممكن اللارجست بقى ابدأ اشتغل من اول هنا، لارجست تقل شوية، تمام. ممكن الروفنس ازود، بس هاخد ديتيلز، هو انا عايز الى حد ما شاربن بس. الجين بالراحة بقى، انت بتزود الجين لان الجين لو رفعتها قوي خلاص الديتيلز تبقى كتيرة جدا وانت مش محتاج كده، تمام. انا هرجع انزل كده شوية واحدة واحدة لغاية ما ياخد اللي انا عايزه، اعتقد كده كويسة. لو انا جيت رحت ليه السكيل بتاع النويز، اتحكم في الديستريبيوشن بتاع الفراكتال حاجة بالشكل او بالمنظر او بالمنظر ده، تمام. ممكن اجي هنا احط، ممكن احط color node، تمام. color node احطها مع الكومباينر، تمام. واخد في الكلر دبل كليك، اخد مثلا حاجه زي ريد اورنج او يلو جرين، ممكن اقول له ترين مثلا، واخد حاجه بالمنظر ده الدونز، تمام بالشكل ده كده. هي مش هتبقى مع البلند، تمام. هي ممكن تبقى مع، ممكن تبقى مع ال، ممكن تبقى مع النويز بحيث انها تلون النويز. لا بلاش مع النويز. طب دي احنا نحطها مع مين، نحطها مع مين؟ هي مش هتتحط اصلا لان ديستريبيوشن اساسا مش هينفع نحط له حاجه زي كده. طيب كده خلصنا من الفانكشن اديتور، اعمل اوكي واجي هنا بقى. ممكن اجي هنا اقول له اديت فلتر، ممكن اقول له احط مثلا هنا بوينت، اقول له نيو بوينت، هنا بوينت، اقول له نيو بوينت. امسك بقى البوينت دي، اخلي دي مثلا، اشيل النقطه دي مش محتاجها. ممكن اخد دي، تمام بالمنظر ده كده،
بحيث ان انا ارفع الحتت الفاضية. على فكرة تقدر تعتبر ان الكيرف ده هو رفع لدرجات اللون، تمام؟ لو انا جيت رفعت كده هلاقيها نزلت بالظبط زي ما انا توقعت، هتلاقيها نزلت. لكن انا عايز اخليها بالمنظر بالشكل ده، نعمل اوكي. نجرب بقى البلند او البلند مودز، نشوف انه واحد اللي هيبقى كويس بالنسبة لنا، تمام. ونشوف كمية الديتيلز اللي احنا عايزينها، ممكن اخلي دي 6 من 10، تمام. لا اخليها 3 من 10 احسن، تبقى قليلة، واعمل اوكي بالمنظر ده. نجرب نعمل ريندر ونشوف الدنيا تمشي معانا ازاي. ده الشكل بتاع الريندر، بس خلي بالكم ان احنا تقريبا مش مفعلين الانتي اليسينج في السينما. انتي يا نهار ابيض. طب انا هخليه بيست، خليها 2 في 2 ونجرب كده بس. طب انا عايز اقرب شوية، خد ده كده مثلا، عايزين نقرب شوية ونجرب ريندر وارجع لكم تاني. ده الشكل بتاع الريندر بالانتي الياس، طبعا جبل فظيع يعني. نقفل الكلام ده بقى ونرجع نزوم او نعمل زوم اوت، وممكن نشوف زاوية كمان او زاوية تانية ناخد منها الشوت بتاعنا بحيث يبقى شوت شكله كويس. نجرب بس، هقفل الانتي الياس شوية، خلي ده وليكن 30 بحيث ما يزودش، ونجرب نعمل ريندر كده بسرعة نشوف ظروفه هتبقى ايه. متهيألي ان لو احنا ثبتنا الزاوية دي تمام، على اعتبار انها تبقى زاوية الكاميرا، هتبقى زاوية اعتقد هتبقى زاوية بالتالي هتبقى زاوية كويسة جدا 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 للمنظر ده. طيب كده خلصنا من الجزء السفلي بتاع الكانيون. نروح بعد كده احتفظ بالكاميرا بقى عشان انا مش عايز الزاوية دي تروح مني او لا بروتكشن، واتحرك من البرسبكتيف. كل اللي انا محتاج ان انا اعمله ان انا عايز اروح لبرضو فيو اوبجكت كرييت ترين، نفس الموضوع. هاجي على الفرونت ماشي، التوب هحتاج ده يبقى هنا كده، واجي ارفع ده فوق ده عشان اعمل القمة بتاعت الجزيرة بالشكل ده كده. طبعا مهم قوي ان يبقى ده جوه ده، تمام بالشكل ده كده. طبعا طبعا انتوا عارفين بقى احنا هنقص دول ازاي. هروح لإيديت اوبجكت، وإيديت اوبجكت واجي هنا هقوم عامل تريم او كليب، اجرب كده اشوف تمام ظبطت 100 100. ممكن اروح للتوب و ازوده كده، ازوده كده، ممكن ازود السكيل بتاعه، مفيش مشكلة خالص عندي. نروح نديله بروفايل، نروح نديله بروفايل حاجة كده مثلا. مش محتاج انا ازيد الديتيلز فهتبقى حاجة مش مظبوطة. ممكن اقول له كانيونز تمام، وممكن اقول له ديفيوز بحيث انعم الكانيونز شوية.
ممكن نزود نزود اعمل ستونز بس عشان اداري القمم دي، اقول له بيكس، لا ارجع فاير تريز، ممكن فاير تريز، كراكس، ستيرز كده مثلا. ممكن اقول له يعني كل دي عبارة عن ديتيلز انت بتضيفها. بعد ما تخلص ارجع شوية لان مش محتاج انا كل القصة دي، تمام، ونقص بس شوية عشان الحق الزيادات، ونقوم عاملين اوكي ونكبر سنة بالمنظر ده كده. نعمل كنترول اس عشان انا كنت هنسى وكان كل الشغل ده هيروح على الفاضي. اسيتس دي هنسميها سي 4 دي، ونسمي دي افاتار ايلاند، ونعمل سيف. نرجع هنا كده، نرجع للكاميرا بتاعتنا. طبعا بروتكشن، شيل بروتكشن، عايز المشهد، عايز الكاميرا دي تبقى بالشكل ده. رندر ونشوف وارجع لكم كده. بالشكل ده نكون يعني الى حد ما منتهيين من الخامة. طبعا ممكن نحط خامة على السريع كده للترين ده، ممكن نسميه توب، لان باعتبار ان الترين ده مش هيبان لان يبقى فيه ده ممكن داون. طبعا المفروض هي اسمها بوتوم بس مشوه مشوه داون. نروح لتوب ونروح ل اوبجكت، تشينج اوبجكت ماتيريال بسرعة كده على السريع. نروح لاندسكيب، و احتاج مين احتاج مين احتاج مين، نروح لترين شيبس، سمر جراوند، نروح لفول. اعتقد ممكن دي تبقى كويسه على اعتبار ان احنا على اعتبار ان احنا مش هنشوف اصلا التوب بتاع الافاتار. لكن على فكره انا قافل انتي الياس وبرضو الدنيا ما بانتش. طيب تاني تاني، لان انا يهمني دي تبان شويه. الانتي الياس اخليها بيست وخليها 2 في 2، ونجرب وارجع لكم كمان شويه. هي كده شغاله تمام، مفيش اي مشاكل. زي ما قلت لكم احنا مش هنحتاج اصلا نبص للتوب دي. على كل حال ان شاء الله في الجزء اللي جاي باذن الله، او في المحاضره اللي جايه، هنتناول بقى ازاي هنعمل الاضاءه بتاعه السين. وممكن نتست دلوقتي مع بعض شويه، ممكن نشيل السان لايت ده، ودي اعتقد انه محتاجه تنزل لتحت سنه بسيطه، تمام. هنروح ل انا استعمل بلجن جميل قوي، كنت انا نزلته على جي اف اكس اكاديمي دوت نت، تمام. البلجن ده خاص بالاضاءات، وبلجن اضاءه تحفه اللي هو اي اس بي ال من انتاج شركه اتش دي ار اي لابس. البلجن ده هتلاقوه ان شاء الله، وعلى فكره البلجن فري، هتلاقوه موجود على جي اف اكس اكاديمي دوت نت. بالنسبه للبلجن هنروح ل اي اس بي ال لودر، هيطلع لي البلجن بتاعي، او هيطلع لي البريسيتس بتاعي زي ما هوريكم دلوقتي. طبعا البلجن تم عمل درس شامل للبلجن بصراحه من اعداد الاستاذ محمد زقزوق، هو موجود طبعا على موقع الاكاديميه في الدروس التعليميه. ده درس على بلجن اي اس بي ال من انتاج الاستاذ محمد زقزوق، ممكن تحمله من الاكاديميه او ممكن تحمله من الجروب بتاع عرب موشن جرافيكس، برضو الاستاذ محمد هو المشترك عليه، او انك انت تروح لقناه محمد زقزوق على فيميو هتلاقي الدرس، وهنا كمان هتلاقي شويه توتوريالات كويسه جدا 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 بصراحه، وشويه تيبس في منتهى الجمال، وشو ريلز جمال جدا. حمل الفيديو من اي مكان يعجبك، مفيش اي مشاكل. بمجرد
ما هتنزله طبعا هتتبع طريقة الشرح هتفهم اللي انا بقوله. انا اهم حاجة بس عندي اروح للبريفرنسز واقول له اد، طبعا هعمل ريموف كوليكشن، انا مش عايز الكوليكشن دي، لكن هقول له اد كوليكشن هسميها جي اف اكس، وهقول له الباث او الباث بتاعي هقول له في كمبيوتر في ام في جي اف اكس في صورة. على فكرة مش مهم البريسيتس تكون موجودة فين، مش هتفرق مع البلوجن، انت مكان ما بتوديها هو هياخدها لوحده. اقول له اي اس بي ال لايتس واقوم قايل له اوكي، اعمل اوكي شوية وتلاقي الدنيا اتحملت والبريسيتس بقت عندك. في بس حاجة عايز انوه ليها، ان انت في البريفرنسز ماكسيمم كوليكشنز طبعا عليها شويه عشان تقدر تعمل كذا كوليكشن انت عايزها. هم كانوا بينزلوا اديتور في الشركه نفسها، لكن ما نزلوش اديتور للسينما، لكن موجود للماكس. طبعا اختار بقى اي بريسيت تعجبك، انا بس هجرب على اي بريسيت ولتكن قريبه من الاجواء بتاعتنا شويه. طبعا على فكره لو انت منزل الفي راي خلاص هو اوتوماتيك، لو انت قلت له سيت اب ويز في راي هيفتح الفي راي لوحده ويشغل كل حاجه لوحده، لكن انا في حالتنا دي انا مش هشتغل حتى بالجي اي، فهعمل ابلاي بريسيت وشويه كده ونجرب ان احنا نعمل تيست. هو طبعا بينزل لك اتنين سكاي او تلاته سكاي، واحده ريفليكشن التانيه انفايرمنت والتالته الباك جراوند. انا مش عايز الباك جراوند، هقول له سين باي كاميرا بما فيش، ونجرب كده نعمل ريندر نشوف احواله ايه او شكله عامل ازاي. طبعا هو بيرندر وشغال ومطلعها سودا. طيب ممكن يكون مطلعها سودا محتمل لان انا قلت له استخدم الفيو ريندر اوبشن، لكن انا هقول له الاوتوماتيك ونجرب كده نشوف المره دي هيطلع اسود ولا مش هيطلع اسود. لا ما اعتقدش انه هيطلع اسود طالما وقف الوقفه دي. لا برضو طلعها سودا. ادي على فكره العيب انا كنت مخلي الضوء لونه اسود، محدش يضحك، ما اعرفش جت ازاي بس يلا هي جت كده. طبعا بس هظبط بقى مكان هظبط مكان الضوء على حسب ما انا عايز. انا ممكن اعمل كده تمام بالشكل ده، اروح للكاميرا. طيب ما انا اعمل ايه، ما انا اعمل كده واجي اقول له ويندو، اقول له فين نيو فيور، نيو فيور نيو نيو فيو بانل، اقول له كده اهو، واقول له ده يا سيدي خليه لي المين كاميرا تمام، ده يبقى المين كاميرا وده يبقى البرسبكتيف تمام. اعمل بقى هنا اللي انا عايزه وابص وابص هنا، ايوه كده اعتقد تمام. هو في حاجه لو انا قلت له ده يبقى الريندر اقول له انهانسد تمام، اوبن جي ال كمان مفيش مشكله خالص، واجي هنا اقول له يوز از ريندر فيو، يوز از ريندر فيو. انا عملت كده وده اكتف، انا عملت كده يرندر لي هنا مفيش مشكله، عملت هنا وجيت اعمل الريندر دي من فوق، شيل ده. اهم حاجة عندي ان الدنيا عندي تكون مظبوطة بالشكل ده كده. لو انا بقى جيت هنا قفلت ده خلاص انا مش عايزه، جيت فتحت ده رجعت للمين كاميرا جيت اعمل ريندر، طبعا هي مظلمة، هروح لده واخلي دي ولتكن 180 طبعا. الشادو ريتريست انا مش عايزه ريتريست، انا مش هحتاج الريتريست شادو.
كده الدنيا باظت مني قوي. خليها 120، وكل اللي انا هعمله بس ان انا هلف اللايت ده كده. شكل الرندر بعد ما عدلنا اللون بتاع الإضاءة وبعد ما ظبطنا اتجاه الضوء. تعالوا الترين 2 ده مش عاجبني بصراحة. لو رحنا عند اوبجكت تشينج، او لا بلاش ايديت، خلونا نروح على تشينج على طول، تشينج ماتيريال اوبجكت. لو رحنا على displacement حطينا روك، جينا عملنا ريندر. حلوة جدا، مفيش فيها مشاكل. طب لو احنا رحنا هنا وجينا على اوبجكتس وقلنا ايديت اوبجكت ماتيريال، هخليها ميكسد، هحط معاها اي حاجة فيها جريس، اي حاجة فيها جريس، ممكن لاندسكيبس، ممكن جريس، ممكن ناتشرال. ماشي، حلوة اوي ناتشرال دي، جميلة. ممكن نخلي السكيل بتاع دي نص، وممكن نخلي السكيل بتاع دي 3 من 10، وممكن نعمل بلند كيوبيك، ممكن نزود السموزنس بتاع البلند، ممكن نخلي دي 1. ممكن نروح لإيديت فانكشن ديستريبيوشن، كل اللي انا هحطه بس هحط فراكتال نود، مش عايز اكتر من كده. ل خلينا المره دي رونس اريا، واروح بعد كده للفراكتال ده. ممكن اجيب له مين، اجيب له مين، ووتر رو، اي حاجه، المهم ان الدنيا تظبط معايا كويس. وارفع الجين قوي، تمام. خلي دي 1 يا كمان، خلي ده قليل شوية، خلي دي فول بلند لينير، نخلي دي بنص، هنشيل ده وناخده كده مع الالتيتيود. جميل جميل. بس الباشا ده انا مش عايز اغيره، او عايز اغيره بس عايزه يكون حاجه كويسه. ازود ده كده واقول له كيوبيك بلند، نخلي دي 1، تمام. ممكن سيمبل فراكتال، ممكن تيرين فراكتال، ممكن بقى نروح نزود الجين شويه. تمام، ممكن الرونس نزوده، ممكن لارجست، نقللها شوية. ممكن نحط كولر نود للفراكتال. في الكولر نود ممكن نحط ريد اند براون، نروح لدي نزود الجين شوية، تمام. نروح للارجست، وكفاية اوي كده، ونعمل اوكي. نرجع للخامة اللي قبلها شوية، نروح لإيديت فلتر، نحط نقطة كده بحيث نرفع يعني، احاول اجيب الاتنين مع بعض، ونعمل اوكي. ممكن اقول له كفر
سيمبل بلند، سيمبل بلند كويس. اديت فلتر تاني نعملها سموث كده، تمام اوي. نعمل اوكي ونجرب نعمل رندر. ده الشكل النهائي بعد الرندر. طبعا انا مهتمين مش ههتم اكتر من كده بالحته اللي فوق دي، وطبعا دي ما تحملوش هم الكلام ده كله، كل الكلام ده هيتدار بالنباتات. كده يبقى خلصنا من الجزء الاولاني، فاضل بعد كده ان شاء الله في الجزء الثاني تكمله الكانيون ده، وبعدين هنعمل واحد كمان ونعتمد بعد كده على في الخلفيه على المات بينتينج، عشان نبقى انتهينا من الانفايرومنت على الاقل في ال 3 دي، ونخش بعد كده في التكتشرنج بتاع المودلز. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من GFX Academy.net. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.